ومعنا مباشرة الأستاذ عز الدين البشراوي مدرب تنمية ذاتية واستشاري أسري. سي عز الدين مرحبا بك مرة أخرى على ميديا. مساء الخير. مساء الخير للطاقم الفني ومساء الخير للمستمع الكريم. مهمة صعبة كتسناك ولكن تقدها سي عز الدين. كل شيء بغي يعرف كيفاش يروض الغضب ديالو. قبل ما نشوف الطرق اللي يمكن أننا نقدروا نتابعوها باش نديروا يعني نقدروا على إدارة الغضب ديالنا ولا ترويض الغضب ديالنا، كاين فئة من الناس سي عز الدين سريعة الغضب على أبسط الأشياء، ممكن أنها كيف ما قلنا يعني كتنفعل وكتنزعج، وهذا الشيء ما كيأثرش فقط يعني على الحالة النفسية ديالها وإنما كيتعدى إلى أمراض اللي كترهق الجسد. أول سؤال، علاش كنشوفوا بعض المرات بعض الأشخاص كيبانوا لنا دائما غاضبين على طول الوقت؟ لأن الغضب هو إحساس مختلف عن الأحاسيس السلبية الأخرى، فهو إحساس متراكم أو لا تراكمي. كيفاش؟ مثلا أنا اليوم حسيت بالغضب وأنني ما تحكمتش فيه، وكان مثلا التوغي ديالو اليوم هو رقم واحد، فالمرة الجاية من غادي نحس بالغضب فما غاديش يبدأ من دوغري زيرو، غادي يبدأ من دوغري واحد وهكذا. فكاين بزاف ديال الناس فمثلا مين كيحس بالغضب هاد المرة وما كيقدرش أنه يتحكم فيه وكيخليه هو اللي كيسيطر عليه، لأن الغضب هو إحساس لتائر ديالو بحالو بحال الثور أو بحالو بحال البركان، فمن كيولي هو اللي كيسيطر عليك هو اللي كيولي كيقودك هو اللي كيولي، فنهار مرة على مرة وكل مرة كتعصب فما كتبقاش أنك تتحكم فيه، فكيولي هذاك الشيء تراكمي، فكتلقى أن بزاف ديال الناس أنهم سريعي الانفعال درجة أنه أبسط الأشياء كتقدر أن تأثر فيهم. أيضا أن المشكل اللي كيكون عند بزاف ديال الناس هو أنهم ما كيكونش كيحرر هذاك التوتر اللي كيحس به، فالأشياء اللي كتخلي أن بزاف ديال الناس أنهم كيتوتروا من أشياء اللي بسيطة بسيطة بزاف هو أنهم كيخليوا التوتر أنه كيبقى كيتجمع عليهم وكيبقى كيتجمع عليهم، فهما ما كيتحرروش منه ما كيتخلصوش منه ما كينفسوش الذات ديالهم منه، فبالتالي فكتجي في واحد اللحظة اللي هذيك النقطة التي تفيض اللي كتفيض الكأس، والناس أشنو كيشوفوا؟ كيشوفوا غير هذيك النقطة وكرا ما كيشوفوش أصلا راه الكأس اللي هو عمر. فمثلا تلقاو مثلا واحد السيد اللي عنده مشكل في العمل ديالو مع المدير ديالو، فهذاك يعني هذاك الغضب كامل وهذاك الضغط اللي كان كيعاني منه النهار كامل، فمن كيجي فكيلقيه كامل مثلا على الزوجه ديالو او على الابناء ديالو الى غير ذلك، فهو مجموعه ديال التراكمات. اذا فان الشخص خاصه انه يعرف كيفاش انه يتخلص من التوترات ديالو باش انه يحرر الذات ديالو من الغضب. وهذا هو اللي كان سؤالي الثاني، هو انه كنشوفوا بعض المرات الاشخاص كيف ما قلت انت كيكون الدوغري او درجات ديال الغضب كترتفع، وهنا اللي كنقولوا هذا الغضب كيفاش تطور عند هذا الشخص حتى وصل لهذه المرحله، وهنا كيف ما قلت انت ربما لانه فشل انه يروض الغضب ديالو منذ البدايه. فبطبيعة الحال فالغضب فمن البداية خاص أن يتحكم فيه، هذاك الشيء علاش كنلقاو في الآية القرآنية والكاظمين الغيظ، أن الله سبحانه وتعالى كيأمرنا باش أننا نكظموا الغيظ ديالنا وما كيأمرناش باش أننا ما نحسوش بالغيظ. علاش؟ لأنه ما كاينش شي واحد فوق الكرة الأرضية اللي ما كيحسش بالغضب، كلنا كنحسوا بالغضب وعادي جدا أنني نغضب وأنني نتعصب، اللي ما عاديش هو أنني نخلي أن الغضب هو اللي يتحكم فيا، وبالتالي فهذا هو الدور ديالنا في الحلقة هذه، هو أننا نتعلموا كيفاش أننا نتحكموا في الغضب وأننا نروضه وأننا نحوله إلى إحساس إيجابي، لأن ممكن أن الغضب أننا نطوره ونخليه واحد الإحساس إيجابي اللي غادي يعاوننا في الحياة ديالنا. فهنا غادي نعطيكم واحد جوج التقنيات. قبل التقنيات خليك معنا أستاذ عز الدين في إطار إشراك المستمعين الكرام، نستمعوا لرأي أحد المستمعين. تحية طيبة لكل المستمعين الكرام وتحية خاصة للقائمين على هذه القناة. الغضب، وأنا شغندي نقول لكم، نتكلم معكم بصراحة، كان عندي هذا المشكل كنت كنعاني منه بزاف، كنت كنتعصب وكنفاعل لواحد الدرجة كبيرة، أديت ثمن كبير ماديا ومعنويا، وبالخصوص معنويا لأن المادة كانت الحمد لله ربي كيرزق، معنويا أنني خسرت شي أشخاص وقلت لهم شي كلام اللي ما كانش خصني نقوله وتسرحت، والتسرع ديالي كان في غير محله وندمت أشد الندم. فالنصيحة اللي كنوجهها لجميع المستمعين الكرام، أنا اضطريت أنني خديت علاج لأنني كنت واجهت اكتئاب، للإخوان كنعطيهم نصيحة واحدة، حاول ما أمكن أنك تتحكم في زمام الأمر ديالك وبالخصوص في اللسان، لأن ما قيل باللسان فهو أبلغ من السيف، من اللي كزرح شي شخص هذاك الجرح كيكون أعمق،
وما كيداوش. فانا ما عنديش الوجه دابا باش نشوف بعض الاخوان وبعض الافراد من العائله، ما عنديش الوجه باش نشوفهم واخا سمعنا، ولكن ايهات ثم هيهات. شكرا المستمع الكريم. وايضا مستمع اخر اللي بعثنا برساله نصيه اللي قال: طبعا اغضب كما هو الحال، كما هو حال كل الناس، لكنني احاول ان اكون بعيدا عن ردات الفعل ما استطعت. وبصراحه كيقول المستمع الكريم: انا عايشت والدي اللي امضى سنوات بالسجن بسبب لحظات غضب. طبعا الأكيد أنك ستعيد التفكير في كل ردات الفعل عندما تحل بك لحظة غضب. مستمعين بجوج سي عز الدين كأكدوا على الندم، الشعور بالندم ما بعد الغضب. فالغضب هو كيضيع منا مجموعة الأشياء الإيجابية. فأول حاجة قبل ما أنه كيخلينا أننا كنخسروا الناس، فأول حاجة فهو كيخلينا أننا كنخسروا علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان في حالة الغضب فكيكون العقل العاطفي هو اللي خدام، والعقل العاطفي ما فيه لا مبادئ لا أفكار لا حاجة. الشخص في حالة غضب فتقريبا كيكون شبه مجنون أو أحمق، وبالتالي فكيكون كيقول اي كلام، فالتصرفات ديالو كتكون اي تصرفات، وبالتالي فكيخطا بزاف. هاد الاخطاء اكيد فهي ذنوب. فاول حاجه كدير فهي كتخسر علاقتي مع الله سبحانه وتعالى. ايضا انك تحرمني من الاحساس ديال السعاده. اي واحد فوق الكره الارضيه فالهدف ديالو هو انه يكون سعيد. كيفاش غيكون سعيد وهو كيحس باحاسيس سلبيه؟ ما يمكنش ان شخص غاضب يكون سعيد، وبالتالي فهو كيحرم راسه من السعاده. ايضا كيحط واحد الحاجز ما بينه وما بين النجاح. كيفاش واحد الشخص اللي كيغلب عليه الغضب، والانسان ملي كيغلب عليه الغضب فهو كيولي كياخذ قرارات خاطئه، ومن غادي يولي ياخذ قرارات خاطئه، فكيفاش هذا الشخص هذا غيحقق النجاح من خلال قرارات خاطئه؟ اذا فهو كيوضع واحد الحاجز ما بينه وما بين النجاح. ايضا انه كيخليه كيخسر ناس، ومع الوقت كيولي واحد الشخص اللي كيعيش الانعزال. علاش؟ لانه مرارا وتكرارا كيغلط الناس بكلام قاسي، كلام جارح، ايضا تصرفات اللي تقدر تكون صعيبه وصعيبه بزاف. وماشي اي واحد غادي نمشي ونعتذروا منه غادي يتقبل الاعتذار ديالنا، ولا ما تقبلش الاعتذار ديالنا فهو من حقه. علاش؟ لان مثلا انا من حقي انني نغضب، ولكن ردت الفعل ديالي القاسيه فما حقيش انني نادي ناس بسبب ناس اخرين غلطوا في حقنا. ايضا انها فقط ماشي غير كتاثر على العلاقه ديالنا، فكتاثر ايضا حتى على الصحه ديالنا. فكاين مجموعه ديال المشاكل الجسديه بسبب الغضب، مثلا مرض القولون العصبي، مثلا الامراض اللي عندها علاقه بالجهاز الهضمي، ايضا الامراض اللي عندها علاقه بالقلب والشرايين الى غير ذلك. وايضا فهذا التوتر هذا من كيبقى انه كيتراكم وما كيخرجش في الجسد، فكيحاول انه ينفس واحد شويه. وللاسف بزاف ديال تلقوا مثلا ذبحات صدريه، تلقوا مثلا سكتات دماغيه الى غير ذلك. بسبب اش؟ بسبب القلق او بسبب الغضب. إذن اشنو خاصنا اننا نديرو؟ خاصنا اننا نوليو نتحكموا في الغضب. الان غادي نعطيكم واحد جوج ديال التقنيات. تقنيه انيه اللي هو مثلا انا في اللحظه دابا يعني وقعت لي واحد الحاجه اللي خلاتني انني نحس بالغضب، اشنو خاصني ندير في اللحظه هذه؟ اشنو خاصني ندير؟ اول حاجه خاصني نقوم بها هي ناخذ واحد النفس عميق. علاش غادي ناخذ واحد النفس عميق؟ فكاين واحد العلاقه ما بين المشاعر وما بين الجسد. فكيف ما ذكرتي، فان الانسان مثلا ملي كيكون في حاله غضب فكيكون الذات ديالته كتكون مصغره، كيكون هو متشنج وكيكون الجسد ديالو متيبس. فانا ملي كناخذ واحد النفس عميق، فهاد النفس عميق اشنو كيخلي الذات ديالي واشنو كيخلي الجسد ديالي؟ يخلي الجسد ديالي انه كيدخل في واحد المرحله ديال الاسترخاء. ومستحيل انك تلقى واحد الشخص اللي هو مسترخي ومتعصب. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، فالانسان في حاله غضب كيكون القلب ديالو كيضرب واحد النسبه كبيره وكبيره بزاف. فانا من كناخذ واحد النفس عميق فدقات القلب ديالتي فهي تتباطأ. ايضا الانسان في حاله غضب كيكون كيتنفس بسرعه، التنفس ديالي البطيء كيخليني كنولي كندخل الاكسجين بواحد النسبه قليله. فهنا كاين هذيك العلاقه ما بين الجسد والغضب. فالانسان كيولي دقات القلب ديالته منخفضه وكيولي كياخذ واحد النفس بطيء وكيولي ايضا الجسد ديالو مسترخي، فما يمكنش ان يكون متعصب. زائد حاجه اخرى، ان الانسان في حاله غضب شكون اللي كيكون خدام؟ كيكون خدام العقل العاطفي. العقل العاطفي ما فيه لا افكار لا مبادئ لا قيم لا والو. اشنو فيه؟ فيه فقط استجابات شعوريه، فيه الغضب وايضا فيه الخوف. ملي كيكون التحدي اقوى مني فانا كنهرب او كنتجمد، ملي كيكون التحدي اضعف مني فانا كنهجم. اذا ففي هذه اللحظه هذه ملي كيكون العقل العاطفي هو اللي خدام، اشنو خاصني ندير؟ خاصني ناخذ واحد النفس عميق. علاش؟ لان الدماغ
كيتغذى على الاكسجين. فمين كناخذ واحد النفس عميق فالدماغ ديالي كيتغذى، فالعقل المنطقي اللي به منطق وبه افكار فكيخدم فاللحظه من كيخدم فكنولي كنمنطق الامور وكيولي حتى ردات الفعل ربما ابطا من اللي غتكون في الاول. من بعد التنفس شنو كاين؟ فالطبيعه لا هنا من بعد التنفس اشنو كندير؟ في العلوم الحديثه اشنو كيقول لك؟ كيقول لك ما تاخذش قرار وانت غاضب. علاش؟ لان الانسان في حاله غضب كيكون مجنون. وكيقول لك ان خذ واحد 10 ثواني قبل ما انك تجاوب او انك ترد. حنا في الامه الاسلاميه عندنا واحد الحاجه اللي افضل وافضل بكثير، هي ان في هذيك العشر ثواني هي انني نستغفر الله او انني نذكر الله سبحانه وتعالى. علاش؟ لانني انا من كنستغفر الله سبحانه وتعالى وكنذكر الله سبحانه وتعالى ففي غالب الاحيان اللي خلاني انني نغضب وحده من جوج، اما ظروف شي حاجه وقعت لان ما تقبلتهاش وما قادرش انني نغيرها، او لا مثلا واحد الشخص اللي حاول انه يستفزني. فانا من كنذكر الله سبحانه وتعالى اذكر نفسي ان هناك قوه يعني اقوى مني وهي اللي كتحكم في هذا الكون وهي اللي كتسير هذا الكون، فانا كنوكل امري لي وبالتالي فانا كنطمئن وكنرتاح. هذه حاجه. الحاجه الاخرى هي انني كنفكر راسي بالسلبيات ديال الغضب. الغضب اشنو غادي يخسرني؟ غادي يخسر علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، مع المجتمع، مع النجاح الى غير ذلك. من بعد اشنو كندير؟ كنولي كنفكر في العواقب. فالمتصل اللي اتصل بنا دابا وشاركنا في الرأي ديالو انا قال لك ان الغضب كان سبب ان الاب ديالو انه يدخل السجن. فهنا الانسان كيولي كيفكر في العواقب كيقول هذا المشكل اللي وقع هذا واش كيستحق مني هذا ردة الفعل القاسيه، وكيولي كيشوف العواقب فكيولي كيقول ممكن كلمه مني كلمه منه واحد فينا يلقى راسه مثلا اما في المستشفى او مثلا في السجن. فعلاش؟ فهنا اشنو كتقول؟ كتقول فالافضل من هذا الشيء كامل هو انني نغير ساعه باخرى. ايضا من بين الاشياء الاكثر من رائعه فالرسول صلى صلى الله عليه وسلم شنو كان كيقول لنا؟ كان كيقول لنا الى الشخص حس بالغضب فيغير الهيئه ديالته. علاش يغير الهيئه ديالته؟ لان ديما هناك كاين واحد العلاقه ما بين المشاعر وما بين لغه الجسد ديالنا، ما بين المشاعر ديالنا ومع اللاوعي ديالنا. فالانسان من كثره انه مر من تجارب سلبيه ففي اللاوعي ديالو ارتبطت لغه الجسد ديالو بلحظات اللي كان فيها كيعيش واحد الغضب. فممكن ان الانسان وهو يعني مثلا كيحس بالغضب فلغه الجسد ديالته فهي واخده واحد الجزء اللي مرتبطه في اللاوعي ديالو فبالغضب، فانه خاصو يتفك من هذيك لغه الجسد اللي عندها علاقه بالغضب وانه ياخذ واحد لغه الجسد اللي تدعو الى التفاؤل والسعاده والمريحه الى غير ذلك. مريحه. ايضا من بين الاشياء هو ان الغضب هو واحد الاحساس اللي سخون اللي حار. الانسان ملي يكون في حاله غضب غادي يقيس الجسد ديالو غادي يلقاه سخون. اذا اشنو خاصني ندير؟ نمشي نرش وجهي مثلا بالماء، ناخذ واحد الدوش مثلا، انني نتوضا او نقيس الثلج. بحال اللي كنقولوا حنا سير تبرد وولي. واخا خليك معايا سي عز الدين. مستمعه بعثتنا برساله نصيه كتقول كيفاش نتحكم في سرعه الغضب ديالي وخصوصا مع الاطفال ديالي تتكون رده فعلي قويه عليهم وكندم من بعد. شكرا سناء من الدار البيضاء. في دقيقه. فبالنسبه للمجموعه ديال الامهات السبب اللي كيخليهم انهم كيكونوا كينفعلوا على الابناء ديالهم هو انهم كاين مجموعه ديال التوترات اللي كتكون متراكمه عندهم. فهذيك اللحظه ملي تشوف مثلا ان الابن ديالها كيدير واحد الحاجه اللي سلبيه خاصه ان تعمر وقتها بالهوايات، لان خاص هذاك التوتر خاصو يتفرغ خاصو يخرج. باش غادي يخرج؟ غادي يخرج بالهوايات. مثلا انني نمشي نمارس الرياضه او لا مثلا الجري او لا مثلا انني نقوم بالرسم او الغناء او لا شي حاجه. علاش؟ لان هذاك التوتر ضروري انه خاصني انني نتفرغ منه وانه ما نخليش عندي. اللي خليته عندي فابسط الاشياء غادي يولي يخرج وغادي تولي يخرج بالنرفزه وبعصبيه الى غير ذلك. كنعرف بعض الامهات سي عز الدين ملي كيوقع بحال هكا باش ما تنفجرش كيف ما كنقولوا حنا على ولادها كتدخل البيت وتسد عليها تتمر لحظه الغضب. فبالنسبه لي انا الا كانت مثلا هالتقنيه هذه انها كتدخل الدار او كتدخل البيت وكتسد عليها وما كتاديش ابنائها فحاجه مزيانه ومزيانه بزاف. والافضل هو ان من تدخل وتسد على بيتها انها دير شي حاجه اللي ايجابيه اللي تخلي انها تفرغ من التوتر ديالها. مثلا انا تمارس اليوغا او مثلا التنفس الباطئ او التامل او مثلا تقرا القران او ان تسمع موسيقى مهدئه للاعصاب الى غير ذلك. كاين رسائل بزاف اللي وصلتنا للاسف ما بقاش الوقت. رساله مستمع كيقول باللي بالرغم من
أنه تأتي عليك مواقف من الصعب أن باش تحكم بغضبك، لكني أقف احتراما لأمي حيت كل مرة خلال 37 عام وهي كتقول اليوم هو الأخر معكم، غادي نهز حوايجي وغادي ننتج وما تعرفوني فين زدت، ولحد الساعة هي مازال صابرة معنا ومتحكمة في يعني في غضبها. شكرا سي عز الدين البشراوي، مدرب التنمية الذاتية واستشاري أسري، شكرا بزاف. شكرا جزيلا، كنتمنى نكون جاوبت الأسئلة ديال المستمعين. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، وتحية عالية لكل أمهات.